السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون شكرتون؟ بخير وصحة وعافية. طبعا شوف هذا الفيديو، جبت لكم مود خرافي الماينكرافت الجوال 1.0.6. طبعا هذا المود هو مود الثعبان، فياريت قبل ما نبدأ الفيديو تضغط لايك الفيديو وتشترك في القناة إذا كنت ما مشترك حتى نوصل مقطع لايكات كثيرة، واشكركم على الدعم المستمر في المقاطع السابقة، ويلا اترككم مع المقطع وننتقل لطريقة تركيب المود. طريقة تركيب المود، بعد ما تحمله راح يجيك هذا الملف اللي هو يكون ملف مضغوط، تقوم بتحديده، بعدين تروح على أكثر، بعدين تروح استخراج إله، تضغط عليه، بعدين تضغط على موافق. طبعا راح يجيك هنا ملف، تدخل على الملف راح تلاقي فيه 3 ملفات. أول ملفين اللي هم عليهم اسم ريسورس تقوم بتحديدهم، بعدين تروح على أكثر، بعدين تروح نسخ إله، بعدين تبحث عن ملف الجيمز، بعدين تدخل على الملف، بعدين على ملف كوم دوت مجانج، بعدين تروح على ملف ريسورس باكس وتضغط على موافق. بعد ما تنسخ الملفين تروح على الملف الثالث اللي هو عليه اسم برافور، ايضا تحدده، بعدين تروح على اكثر، بعدين تروح تضغط على نسخ اله، بعدين تروح على ملف الجيمز تدخل عليه، بعدين على ملف كوم دوت مجانج، بعدين تروح على ملف برافور باك وتضغط على موافق. فبعد ما تنسخ هذا الملف تدخل على ماينكرافت. فيلا راح اروح ادخل وارجع لكم. بعد ما تدخل على ماينكرافت تروح على اي عالم، بعدين تضغط على علامة القلم، بعدين تروح على خيار ريسورس باكس. طبعا هنا تختار لون الثعبان، يعني الاول هو يكون اخضر او الثاني يكون اصفر، فتب كيفك يعني تختار. طبعا انا راح اختار هنا الاخضر، واذا تريد تختار الاصفر هنا فطبعا تقدر تختار اي واحد. بعدين من تراك بترو على بروفر باك ايضا، وتضغط على المود وتضغط على اوك، بعدين على علامة الزائد وراح يتركب، بعدين تدخل الى العالم. مثل ما تشوفون يا شباب تركب معانا المود، وهذا هو الثعبان، يعني شكله مرة خرافي. وطبعا مثل ما تشوفون واو، يعني تقدر طبعا مثل ما قلت لكم تغيرون لونه، وتقدر ايضا تروضه من خلال العظم. طبعا هنا نتأشر عليه هاي، لكن انا مثل ما تشوفون تقدر تروضه. ويا شباب صارت معركة الثعابين، فيعني شيء خرافي، ويعني مود مرة حلو. طبعا شباب راح احاول السرفايفل، ويعني نضرب الثعبان نشوفه يهجم عليه لو لا. خلينا نجرب هذا، طبعا الثعبان خلينا نضربه. هو هجم عليه، واو هجم عليه شباب اعتقد. يا شباب يعني مثل اللي يسممك، يعني اذا لاحق شوف يعني القلوب قامت تنقص، فيعني والله مود يعني مرة خرافي، انصحكم انكم تحملونه. واو يا شباب كل الثعابين نجمت عليه، خلينا نهرب. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو عجبكم واستمتعتوا، ورابط هذا المود راح أضعه في الوصف طبعا اللي يريد يحمله. وأتمنى لكم ما تنسون لايك الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنت ما مشترك، وشارك المقطع مع أصحابك إذا عجبك. ويلا ما طول عليكم ومع السلامة.